السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هيا نتوب قبل أن نرى ملك الموت. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله، أي إنما التوبة التي كتب الله على نفسه قبولها هي توبة من فعل المعصية بجهالة ثم ندم وتاب قبل أن يأتيه ملك الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: التوبة من قريب، أي قبل أن ينظر إلى ملك الموت، يعني قبل أن يدخل عليه ملك الموت. فهيا يا أحبابي، وهيا يا إخواني ويا أخواتي وأباء وأمهات، هيا نتوب إلى الله عز وجل قبل أن يحال بيننا وبين التوبة، قبل أن تغرغر الروح، وقبل أن يطلع الشمس من مغربها، وقبل أن نرى بأعيننا ملك الموت عليه السلام. أيا من شاب وما تاب، أموقن أنت أم مرتاب؟ أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، أما وعظتك العبر، أما لك سمع ولا بصر؟ إلى متى هذا التواني يا مغطرا بالأماني؟ إلى متى هذا التقصير؟ أما علمت بأن العمر قصير؟ كلنا نعلم يا أحبابي أن موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، وقد انتشر موت الفجأة الآن انتشارا عجيبا، وأكثر من يموت هم الشباب. أسأل الله أن يحفظ جميع المسلمين وأن يرزقكم جميعا طول العمر مع حسن العمل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. لكن إن وقعت في معصية فبادر إلى التوبة قبل أن ينظر إليك ملك الموت وقبل أن ترى ملك الموت. أسأل الله أن يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.